عمل بمقتضيات المادة 42 من القانون الوطني 1314 من لائحة الجماعات الصادرة للمجتهدين ظاهرة الشريف رقم 1585 معرفة 20 رمضان 1436 موافق 7/2/2015. وكان أعتقد بأن أتصل بكلكم بالدعوات وراها معهم جدول الأعمال ديال الدورة اللي كيوقفوهم من بعض النقاط. النقطة الأولى انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة ورؤسائها ونوابها، تعيين ممثل الجماعة في اللجنة الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة إطار مع مؤسسات الرقمة للتنمية، دراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة مع الجمعية الرياضية مستقبل الأدارة حول تسيير وتدبير المركب السوسيو الرياضي في الهدف. وعلى بركة الله غادي ننوروا المجلس بشي إجراءات جديدة فيما يتعلق بالغياب ديال المستشارين. السي المدير غادي يقرأ عليكم واحد الرسالة ولا واحد التوضيح باش تعرفوا كيفاش غادي تبقى دوز من الآن فصاعدا الغياب ديال المستشارين. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيد الرئيس. أيها الحضور الكريم، الأعضاء، السيد القائد المحترم. توضيح للسادة الأعضاء حول المادة 35 و67 من القانون التنظيمي للجامعة الترابية 14/2013. نصت المادة 35 من القانون التنظيمي للجامعة الترابية 113/2014 على إخبار أعضاء المجلس بإشعار مكتوب بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة. باش نوصلوا نحققوا هذا الهدف، الساده الاعضاء كلهم مطالبين بشعفنا العناوين ديالهم مضبوطه، كل واحد يجني العنوان باش نسيفطوا للسلطه تدير لنا اشعار بالتوصل. ولا هذه من جهه، من جهه اخرى اللي عنده لي مايك، توفر عنده لي مايك ديالي، عطينا لي مايك لان هي حتى هي وثيقه لي مايك لتثبت يعني التوصل او التوصل. اذا مكتوب بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة، كما أن الأنظمة الداخلية لمجال الجامعة الترابية تنص على إرسال استدعاء للبريد المضمون مع الإشعار بالتواصل بجميع الوسائل المتاحة. وتعد الغاية من التنصيص على هذه الوسائل هي توثيق عملية الإرسال أو التوصيل حتى يتم إثبات بها والإدلاء بها بما يفيد القيام بها عند الضرورة. وبالتالي فإنه يتعين على العضو المتغيب أن يحرص على مبرر أو مبررات غيابه من عن الدور او دورات المجلس في جميع الوسائل القانونيه المتاحه والتي تمكنه من اثبات هذا الارسال. وفي نفس السياق الماده 67 من القانون الثاني في الدك نصت على ان رئيس المجلس يمسك سجلا للحضور ويعلن عن السماء الاعضاء المتغيبين. الرئيس دابا ما بقاش يدير او يدير العذر ولا غيدير العذر، كل اللي غاب غنديروا له غير غائب على حسب وفق القانون. ويعني عن اسماء الاعضاء المتغيبين فيما لم يعهد المشرع لرئيس المجلس اختصاص او سلطه تحديد ما اذا كان الغياب بمبرر او بدونه. وفي حاله قيامه بذلك فان قراره يكون معين قابل للتعرض. ان تحديد ما اذا كان الغياب بعذر او بدونه اختصاص سلبه المشرع للمجلس مقتضى الماده 67 سلب الذكر، ولم يحدد المشرع الاجل او الدوره التي يتعين خلالها على العضو المتغيب تقديم مبررات غيابه، حيث يتم الاشاره في سجل الحضور الى اعضاء متغيبين ويبقى المجلس بعد ذلك تحديد ما اذا كان هذا الغياب بعذر او بدون. فوقاش يتم هذا العذر بدون او بدون عذر؟ العضو عنده ثلاث دورات متتاليه، اذا غيب ثلاث دورات متتاليه ولا خمسه دورات متقطعه سيقدم لنا المبرر ديال هذا الغياب ديالو. اذا كان عذر مقبول غيبقى دور المجلس، اذا كان مقبول راه مقبول، ما كانش مقبول غيتاخذ في حقه الاجراءات القانونيه. لقد احاط المشرع اعضاء المجالس الجامعه الترابيه بمجموعه من الضمانات وذلك تفادي من الخطط وتسفيه الحسابات، حيث ان العذر او الاعذار التي يدلى بها العضو المتغيب تعرض على المجلس لقبولها او رفضها، كما ان قرار معينه اقاله العضو المتغيب تتم من طرف المجلس انه تعطي للعضو المتغيب فرصه للدفاع عن نفسه وتقديم مبررات، وبعد ذلك يتناول المجلس ويتخذ مقرر اما باقاله او بقبول اعذاره. وشكرا. لا حاجة إلى توضيح. على بركة الله غادي نبداو في النقطة ديال العمل الأولى ألا وهي انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة ورؤسائها ثم نوابها.
اللجنه المكلفه بالميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه. العظا رضوان فنكوش، حسنه فوطا، سعيد بوقزن، عبد الحميد بوراس، عبد الصمد وقوس، هاد الناس هادو قدموا الطلبه ديالهم باش يكونوا في هذه اللجنه. إذن هاد اللجنه خصها رئيس. شكون كيترشح للرئاسه ديال اللجنه المكلفه بالميزانيه والشؤون الماليه والبرمجه؟ من مرشحين اخر؟ لجنه المرافق العموميه والخدمات. نبيل شوقي، عبد الخالق حباب، صالح المغري، سهام ضربي. وين؟ شمون لبيس؟ بالاجماع شكون اللي ترأس النيابه ديال هذه اللجنه هذه؟ مصطفى الطويل. بالاجماع تكونت اللجنه ديال المرافق العموميه والخدمات كما يلي: الرئيس حسن خويلي، نائبه مصطفى الطويل، الاعضاء احمد مختاري، نبيل شوقي، عبد الخالق حباب، صالح مضغري، سيهام ضربو. اللجنة الثالثة، لجنة التعمير وإعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة. كتكون نجيب المسدي، عبد الصمد الطربي، راضي غازي، منى شعاع، فريد بكرة. شكون اللي ترشح للرئاسة ديال لجنة التعمير؟ إذا كونت اللجنة ديال التعمير وإعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئة كما يلي: السيد الرئيس نجيب المسحي، نائب عبد الصمد الطربي، الأعضاء غازي الراضي، منى شعاع، فريد بكرة. لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. الأعضاء ديالها هما محمد البالي، محمد الصغير حسيني، مياء الطومي، سليمة برزين، سمير سلطان. شكون اللي ترأس الرئاسة ديال هذه اللجنة هذه؟ أو أنت بعدا رياض. هذه داخلة في إطار القانون، واحد كيقول بأن واحد اللجنة خصها تعطل المعارض، بما أن السي البالي راه في المعارضة، معنى هذا عطينا له هذه اللجنة هذه طبقا للقانون الجاري به العام. شكون اللي ترأس النيابة ديال اللجنة الرياضية؟ غادي نديرو التصويت المالي. التصويت على النائب محمد الصغير، التصويت على سيدي. لجنة الشراكة والتعاون. كاين مراد والحوال، البشير عقيد، كرميلة محمد، خالد بوتخريط، عبد الملك المعلم. شكون اللي ترأس لها اللجنة ديال الشراكة والتعاون؟ سي مراد. سويت. بالإجماع. شكون اللي ترأس النيابة ديال بشير عقيد؟ سويت. بالإجماع. كونت اللجنة ديال الشراكة والتعاون كما يلي: السيد الرئيس مراد بوالحوال، نائبه البشير عقيل، الأعضاء كرملة محمد، خالد بوالخريط، عبد الملك المعلم. أعتقد بأن النقطة الأولى أحسن فيها المجلس،
دابا غادي ندوزو للنقطة الثانية، تعيين ممثل للجماعة في اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. كتعرفوا بأن كل عام كيوقع ديال المراجعة ديال اللوائح الانتخابية، كيتسجلوا الناس الجداد، كيتحيدوا الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، ولا الناس اللي رحلوا، يعني كيتجدوا اللجان. إن حنا الممثل خصنا واحد الممثل ديال الجماعة اللي غادي يكون مع اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية. كنعتقد بأن في الفترة الماضية كنت أنت سير ممثل واحد اللي عندنا سعد الغطيب. كاين شي واحد اللي ترشح في هذا المسير ولا محلي ولا عنده التجربة هذه ديال 20 عام هو فيها 28 عام هو فيها كيعرف ما كيدخلش، هو عضو غير عضو في اللجنة، ماشي زعما كياخذ شي قرار ولا عنده شي صلاحية ولا ما عنده والو، كيكون عضو مع اللجنة كترأسها قاضية القضية السلطة المحلية والممثل ديال الجماعة. هل هناك ميمونات؟ سويت الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة إطار مع مؤسسة أركما للتنمية. هذه واحد المؤسسة دارت واحد الطلب للمجلس السادة الأعضاء، اش كيقول الطلب من رئيس مؤسسة أركما للتنمية؟ أكنتو كتعرفوها في الفيديوهات في الأخبار، المؤسسة راه معروفة عندكم أحسن مني. عقدوا اتفاقية شراكة، يسرني سيدي الرئيس أن نرفع إلى مجلسكم الموقر طلبنا هذا لعقد اتفاقية شراكة بين مؤسسة أركما للتنمية والمجلس الجماعي بأركما. كما نفتكم علما أن المؤسسة تأسست في ألمانيا ومقرها بمدينة بركاين من قبل مؤسسها حسن وجه، ويهدف تأسيسها إلى خدمة المشاريع في المنطقة بجماعة أركمان من أجل نهضة تنموية تعود بالنفع على المواطن الأركماني. أولا، وتسمو بجماعة أركمان في مصاف الجماعات النموذجية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني. إن شاء الله. إن الدافع الذي حفزنا للطلب المشارك لهذا هو المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي وبنود التعاون والشراكة المدرجة ضمن الميثاق الجماعي للجماعات الترابية وتقرير اللجنة الوصية على إعداد النموذج التنموي. سيدي الرئيس، إن المؤسسة تسعى جاهدة إلى خلق تنمية مستدامة ومندمجة بفضل الشراكة المتينة مع مجلسكم الموقر في المجالات الآتية. أولا، الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، الاهتمام بصحة الأطفال والنساء، خلق فضاءات خضراء وإنارتها، النهوض بجودة التعليم لدى التلاميذ المتعثرين، البناء والتشييد، المياه وخدمات الصرف الصحي، التشغيل عبر خلق تعاونيات، المساهمة في فك العزلة داخل المجال الترابي للجماعة، مما سلف ذكره وربط منها في موكبة مشاريع التنمية داخل جماعة أركمان والتي أتشرف بالانتماء إليها، فإننا واثقون أنكم ستولون طلبنا هذا فائق عنايتكم إيمانا منا بأنكم مفتاح التنمية بجماعة أركم. وفي الأخير، تقبل السيد الرئيس فائق التقدير والاحترام ودمتم في خدمة التنمية المحلية. إمضاء حسن وجه. هذه واحد المؤسسة يمكن عندها شفتوش اش كتقول غادي دير، ما غاديش نقول لكم بأن غادي دير، وإنما حنا كنشوفوا ذاك الشيء اللي قالوا غادي دير، ولكن هذا الشيء كيكون بالمساعدة ديال المواطنين ومساعدة ديال السلطة المحلية هي الأولى والمساعدة ديالكم ديال المجلس. إذا كنعتقد بأن هذا الشيء اللي سمعتوه فيه شي ضرر للجماعة؟ ها؟ لا، بكل صدق. المصلحة العامة. ما رأيكم؟ كيف درنا التجربة يتحرك؟ داروا شي حاجة دافكر، ما داروا شي حاجة راح نبقوا بحال اللي كنا. موافقة البدائية إلى حين استكمالها. إذن
تسود. شكرا. النقطة الرابعة، الدراسة والموافقة على اتفاق الشراكة مع الجمعية الرياضية لمستقبل الهدارة حول التسيير وتدبير المرتب السوسيو رياضي للهدارة. كما لا يخفى عليكم بأن الدولة دارت واحد المشروع سوسيو رياضي في الهدارة ممتاز. يمكن كان شي واحد فيكم ما مشاش شافو، ولا شفتو شي 4 ولا 5 مرات كيمشي عندو. واحد المركز سوسيو رياضي الدرجة الأولى، السير ديالو عشوائي. إذن ارتاء المجلس باش ندير هاد الاتفاقية مع اتفاق الشراكة مع جماعة والجمعية الرياضية مستقبل الهدارة أركمان النظر الشيء اللي دايرين الغرفة ديالهم حول التدبير وتسيير المركب السوسيو الرياضي للقرب بالهدارة. كنحكيكم باش اللي ما مشاش شافو يمشي يشوفو، راه مزيان بزاف، ولكن خصو ما خصوش الإصلاح جديد، خصو الصيانة والاعتناء، الاعتناء بهذا المركب راه ممتاز. مازال عاد خصو التجهيزات. دابا حنا كنديرو الاتفاقية على الحالة اللي هو عليها. التنوير صافي. نعم. نوقع على هذاك المقاول من ذاك المشروع، المقاول واش الجامعة عطات لا ريسبسيون ديال المقاول واش كمل الخدمة باش نديرو اتفاقية مع الجمعية هي عند تسليم الموقت. سي لو بروفيزوار كيجي. كما قلنا خصو الاصلاحات عاد مازال ما كملش هذاك. حنا ما كنهضروش دابا على الاصلاحات. واش المجلس متفق كيدير واحد الاتفاقيه شراكه بين هذه المؤسسه اللي كتعرفوها ومع المجلس؟ المجلس عنده واحد الحاجه نقولها لكم، راه الاتفاقيه راه عندكم، راه اللي عند المجلس هو واحد المساهمه او دعم مادي ديال 20,000 درهم في اذا كان ممكنا. هذه الجمعيه راها بينت على انها قادره، وهي اللي اقترحت باش نديروا معها، ما جاتش شي جمعيه اخرى، هما اللي جاوا وحدهم قالوا لنا احنا نتكلفوا بهذا الملعب عاونونا شويه. حنا غادي نحيدوا علينا المشكل، لان الجماعه ما تبقاش تسير، خص واحد الجمعيه تكون من الحي باش تسير هذا الشيء. الا ما كانتش الجمعيه غادي تخرب. غادي تخرب من ما راي الاخوان؟ الله يخليكم، اذا كانت شي ملاحظه خصنا نعرفوها. حنا ما عندنا حتى شي خساره، عندنا 20,000 درهم في العام الا كانوا عندنا فلوس. ما عندناش الله غالب. سويت بالاجماع هو بصحتكم انا هدانا خربتوا ولا يهدروا لينا. اصبح راضي مات. لا ما عندناش تصوت انت لا ما عندناش الحق تصوت عندنا ماشي تصوت تصفى. شكرا على كل ما هو باطل باطل. لما تلاحظوا يا اختي السادة المستشارين الله يخليكم هذا كله معي. السادة المستشارين خصكم شوف دقائق التعريف الوطنية ديالكم النسخ ديالكم، خصكم الأرقام ديال التليفون اللي عنده ليما يعطيه دوزو للإدارة.
موجودي باش باش تسوي الوضعيه ديالكم باش دابا صافي الهياكل ديال المجلس زاد ينقص الاداره تكون شغل كلكم ذكرت نسيونا سوا لوريم ديال لابور لوريم ديال البنك شكرا ربعت الجلسه